الزمول، والكلمة تنتقل للزميل محمد ممبريك المري. شكرا الأستاذ سعد بن مثل العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير، وحييكم بداية بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكل مشاهدين قناة الريان الفضائية في هذا النقل الحي والمباشر لوقائع ولأحداث هذا السباق، وهذا هو السباق وختام السباق المحلي الخامس ومرحلته الثانية. أيها الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك العبور، من عبرت بالفوز في الشوط الأول الرئيسي واستطاعت أن تختطف الشوط الأول وأقوى أشواط الحيل. تهانينا والناموس لحمد بن خيرات بالدودة العامري، تهانينا والناموس لحمد، وسنتعرف بعد نهاية هذا الشوط على بطل وعلى من سيتوج بناموس هذا الشوط الأول الرئيسي لبنوك ولفحول المستقبل. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول هنا عناد لعيسى بن عيسى بن ناصر بن طوار الكواري على مقدمة الشوط، وعلى المركز الأول يليه على المركز الثاني الخليجي سعد بن مبارك بالضعيف المري. ننتقل من الخليجي إلى المركز الثالث، وهنا القدوب الهوت سالم بن علي بن حلفان المري. المركز الرابع هنا منادي العلي بن مانع بودواس العجمي من أحد ضيوفنا الكرام من دولة الكويت الشقيقة. وننتقل إلى المركز الخامس، ومن يتقدم هنا النشمي لسلطان بن جراح بن سالم الاكتبي. هذا هو نداءنا الأول يا متابعين قناة الريان الفضائية. أيها الأعزاء، ما زال عناد يسيطر المركز الأول ويسيطر على هذا المكان وعلى هذا الموقع الحساس والمستهدف. إذا المشاهدين الأعزاء، هنا عناد لعيسى بن ناصر بن طوار الكواري على المركز الأول، وأول كيلو مترين تقطعها هذه الزمول المشاركة. الهوت 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 على المركز الثاني، الهوت الهوت والهوت معناه الحار، هذا هو على المركز الثاني في هذا الشوط الحامي، الشوط الحامي، وهذا هو الهوت أيضا يواكب الحدث سالم بن علي بن حلفان المري من الشباب المميزين. ننتقل إلى الخليجي، الخليجي 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 المعروف صاحب الصولات والجولات في العام الماضي لسالم بن مبارك بالضعيف المري، بينما المركز أو سعد بن مبارك بالضعيف المري، بينما المركز الرابع هنا التقدم من منادي علي بن مانع بودواس العجمي، ويليه على المركز الخامس عجلان علي بن كخان المري. هذه النتيجة يا متابعين في ندائنا الثاني، ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. ما زالت الأمور مع عناد اللي يتربع على عرش الصدارة ويسيطر تمام السيطرة على المركز الأول، وتعود ملكية عناد عيسى بن ناصر بن طوار الكواري في هذا الشوط القمة وفي هذا الشوط الأول الرئيسي والحساس. ويا الكواري يا عيسى دير بالك، يا راعي عناد دير بالك يا أخوي، أشوف الشعارات العملاقة وأشوف هذه التجمعات وهذا الغزو من هذه الزمول اللي لا ترضى إلا بالمركز الأول هذا الموقع المستهدف، بينما المركز الثاني الله الهوت الهوت لسالم بن علي بن حلفان. إذا هذا هو الهوت مشاهدينا الأعزاء على المركز الثاني لسالم بن علي بن حلفان المري، ويليه على المركز الثالث هنا الخليجي سعد بن مبارك بالضعيف المري، بينما المركز الخامس أيها الأعزاء عجلان لعلي بن سعد بن كخان المري. الدور دور المركز الخامس، وشوف لي اللي على المركز الخامس هنا حامل الرقم 6 النشمي لسلطان
بن جراح بن سالم الاكتبي، ولكن دخول من مياس، مياس مياس مياس، وشكل جميل واداء ممتاز للسعيد بن عبيد بن قطيان المري، عاشق السلالات الشاهينيه، يتواصل في هذا اليوم مع سلاله مياس. كل التوفيق يا ابو عبيد لك ولاخوانك المشاركين. نعود مشاهدينا الى اعزائي الى مقدمه الشوط والى من يحتل المركز الاول. هنا التقدم الممتاز، عناد لعيسى بن ناصر بن طوار الكواري، يا سلام الله يا الكواري، يعني اكثر او ثلاثه ارباع او نصف المسافه ما زال يسيطر عليه في هذه اللحظات عناد منذ الانطلاقه. قربنا على انتهاء الاربعه كيلومترات وعلى انقضاء نصف المسافه، وما زال عناد يقوم بعمل كبير وبجهد يذكر ويشكر في هذا الشوط وفي هذا اليوم، وهو التصدر، وهو ايضا ينطلق على صداره المنطلقين وفي هذا الموقع والمكان المستهدف، وايضا المحافظه عليه صعب يا الكواري يا اخوي، صعب صعب، فحاول جاهدا البقاء وايضا التكتيك والتخطيط لانتزاع هذا الشوط. عموما عيسى بن ناصر بن طوار الكواري يرافق عناد ويتابع عناد في هذا الشوط، وعناد ما زال معاند حتى هذه اللحظات، بينما المركز الثاني الهوت وهذا هو شعار سالم بن علي بن حلفان المري، يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا الهوت على المركز الثاني. المركز الثالث التقدم من الخليجي 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 سعد بن مبارك بن ضعيف المري، الله يا الخليجي. هذا هو مشاهدينا الاعزاء، عرفناه العام في سن الثنايا ينتزع اشواط رئيسيه وصاحب انطلاقات معروفه لا يخفى على الجماهير ولا على احد هذا المشارك الخليجي. الدور دور المركز الخامس الرابع، هنا التقدم من عجلان علي بن سعد بن كخان المري، ايضا يقدم لنا احد الاسماء القويه في هذا الشوط. اعطوني المركز الخامس ومن يحتل خامس المراكز. مياس 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 لسعيد بن عبيد بن قطيان المري، احد المحاربين القدامى، احد الخبراء في هذا المجال. الله يراعي شهيد، هذا هو على المركز الخامس، وهذه نتيجتنا. اعود الى شعار الكواري المميز، الكواري المتالق، شعار الكواري المبدع في هذا اليوم. يا سلام يا عناد، الله يا عناد، عناد 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 عناد، ايها الاعزاء ما زال يتحكم بزمام امور الشوط الاول الرئيسي، الشوط الحساس، ويا وقديما قيل الشوط الاول يعرب غير حساس يا اهل الهجن، حساس، وبالفعل هذا الشوط حساس من خلال تقدم عناد اللي على صدارة الشوط، وتقدم عناد ممتاز للغاية، ولكن الهوت على المركز الثاني. الله، ثلاثة كيلومترات تفصلنا عن خط النهاية، وما زال عناد مشاهدينا الأعزاء سيد الموقف في هذا الشوط الأول الرئيسي، ولكن الهوت على المركز الثاني. سالم بن علي بن حلفان المري الخليجي الخليجي على المركز الثالث، وتعود الملكية لسعد بن مبارك الضعيف المري. مياس يتقدم وينتزع المركز الثالث لسعيد بن عبيد بن قطيان المري، عاشق السلالة الشاهينية، ولكن شعار أيضا مسفر بن سفران يصل ويتقدم هنا السليماني لمسفر بن سفران المري على المركز الثالث، وشعار مميز، وشعار أيضا شعار الظبي وبنت الظبي وبنات وعيال الظبي على المركز الثالث، وشعار العود مسفر بن سفران يتواجد في هذا الشوط، ولكن وصول وتقدم على رابع المراكز الفارس لسالم بن عبيد بن شينان المري. الله، الفارس 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 على المركز الثالث. المركز الرابع، هنا الوصول والتقدم من الكايد راشد بن عويضة بن قريع الجابر المري. المركز الخامس، هنا براق لمبارك بن سالم بن كاظم المري، أحد أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة، واصل من ميدان بشاير بالتحديد. الله الله على المركز الرابع وينتقل على المركز الخامس، ولكن 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 قلبي مع عناد، قلبي مع عناد من قاد المسيرة منذ الانطلاق. هذا هو عناد مشاهدينا، عيسى بن ناصر بن طوار الكواري على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. يا سلام يا سلام، ولكن براق
ولكن براق مبارك بن سالم بن كاظم 2 كيلو متر يا متابعين الأمتار الحساسة الأمتار الأخيرة ومعركة طاحنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى براق الهبوب أو عناد 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 يا سلوب سلامي على عناد يا متابعين يقود هذا الشوط منذ الانطلاق وما زال يقاتل على البقاء في هذا المكان وفي هذا الموقع ولكن مبارك بن سالم بن كاظم خطير شعار ابناء المملكة العربية السعودية مع براق على المركز الثاني المركز الثالث لسالم بن عبيد بن شينان المري ورابع المراكز الوصول هنا الكايد لراشد بن عويضة بن القريع وخامس المراكز هنا متابعينا الأعزاء براق عبد الله بن سعيد بن فهيدان المري إذن زميلي سعد كيف تشاهد هذه المعركة وانطلاقة براق في هذه اللحظات شكرا محمد إذن براق يسيطر على المركز الأول ويتقدم مع مبارك بن كاظم المري ضيف عزيز قادم من المملكة العربية السعودية يقود براق المسيرة المركز الثاني الفارس يأتي شعار العمدة عمدة المضمرين سالم بن عبيد بن شينان المري ولكن براق انطلق براق انطلاقة ممتازة انطلاقة موفقة انطلق نحو الكيلو متر الأخير انطلق نحو إهداء السلامات للأشقاء في المملكة العربية السعودية ها هو ينطلق بالمركز الأول براق للسيد مبارك بن كاظم المري الدور دور المركز الثاني وبراق أيضا عبد الله بن سعيد بن فهيدان المري يتواجد مع براق في المركز الثاني المركز الثالث هنا التقدم من الكايد راشد بن عويضة بن قريع المري ولكن أعود إلى براق أعود إلى هذا الانطلاق الممتاز أعود إلى هذا المخزون الاحتياطي الكبير الذي قدمه لنا براق عندما رأى لوحة الكيلومتر الأخير عندما شارف على منطقة الحسم عندما شارف على قوس النصر ها هو ينطلق نحو النصر ينطلق نحو الإبداع في شوط القمة في شوط الزمول الرئيسي هذا هو براق وهذا هو مبارك بن كاظم المري بشعاره المميز ينطلق نحو الصدارة ونحو تحقيق هذه النقطة الرئيسية تهانينا والناموس للأشقاء في المملكة العربية السعودية والتهنئة نزفها لمالك براق مبارك بن كاظم المري الذي نجح مع براق في إيصاله إلى ناموس هذا الشوط تهانينا لك يا مبارك يا بن كاظم يا المري على فوز براق وعلى انتزاعه لناموس الشوط الرئيسي حضوره أجمل وشكله أجمل وكل ما فيه جميل المركز الثاني كان من نصيب براق عبد الله بن سعيد بن فيدان المري المركز الثالث الفارس سالم بن عبيد بن شيران المري والمركز الرابع الكايد راشد بن عويضة بن قريع المري والمركز الخامس كان مع بارود جار الله بن محمد بن عقيل المري إذن هذا هو براق وبراق ينجح في ناموس الشوط الأول الرئيسي من خلال هذا الأداء الممتاز التوقيت الزمني 13 دقيقة و 56 ثانية 82 جزء من الثانية تهانينا لمالك براق مبارك بن كاظم المري على فوزه بالمركز الأول أما المركز الثاني فكان من نصيب براق أو الفارس براق إذن هو من جاء في المركز الثاني لعبد الله بن سعيد بن فيدان توقيت 14:08 ثواني 26 جزء من الثانية تهانينا لمالك براق عبد الله بن سعيد بن فيدان على فوزه بالمركز الثاني وأيضا التهنئة على مالك الفارس سالم بن عبيد بن شينان المري على حصوله على المركز الثالث تقريبا الاثنين في موقع واحد وحتى نخلي المسؤولية نحيلها إلى لجنة التحكيم المركزين الثاني والثالث براق وأيضا الفارس